زياد، في الجولة السابقة كان هناك توقعات وتساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل ستشارك في المباحثات في القاهرة، وكنت دائما تقول حتى قبل ذهاب الوفد بأنهم ليس من الممكن أن لا يذهبوا. اليوم وفق أيضا الأنباء بأنه لا يوجد حتى الآن خبر يقين حول ما إذا كانت سترسل إسرائيل وفد للمزيد من المباحثات، هل من معلومات لديك فعليا حول هذا الشأن؟ في تلك يعني في ذلك الوقت قلنا ذلك لأن ويليام بيرنز كان في القاهرة وليس أي مبعوث أمريكي آخر، في القاهرة واتضح أنه كان صحيحا صحيح، ولكن هذا ليس مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية. وبالتالي إسرائيل منذ ساعات الصباح قالت إنها لن ترسل الوفد حاليا إلى القاهرة، تنتظر تليين المواقف من قبل وفد حماس فيما يتعلق بصفقة التبادل. ليس واضحا إن كان ذلك يعني استعراض قوة ومحاولة ربما للتأثير وستذهب بعد ذلك إلى المفاوضات أم لا، لكن في كل الأحوال حاليا هناك صعوبات في هذه المفاوضات الجارية. إسرائيل تجري مفاوضات، وهذا الأمر الذي يجب أن نشير إليه، حتى لو لم يكن الرئيس الموساد جالسا في القاهرة تجري اتصالات مع المصريين ومع القطريين ومع الأمريكيين طوال الوقت حول هذا الموضوع. لا يوجد مسار جديد لصفقة التبادل، كل ما ورد هو عمليا منذ شهر يطرح ثلاث مراحل لصفقة التبادل، وقف اطلاق نار لشهر ونصف أي 45 يوما. الخلاف ما زال الخلاف ما زال على حاله، وهو حول مفتاح إطلاق الأسرى، بمعنى نتنياهو يحاول أن يرفض أن تكون هناك تغيير في هذا المعيار، بمعنى أسير إسرائيلي في مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين، وهذا الأمر هو في صلب الخلاف بين الجانبين. الأمر الآخر هو طبيعة وقف إطلاق النار. إسرائيل توافق على وقف إطلاق نار لشهر ونصف مؤقت، تستمر المعارك بعده. حماس تريد وقفا شاملا للحرب وليس فقط لإطلاق النار، ولهذا عمليا هناك الكثير من الأخذ ومن الشد في هذا الموضوع بين الجانبين. التقديرات بأن هناك الآن تفاؤلا حذرا بإمكان الذهاب إلى مثل هذه الصفقة ربما في وقت قصير، ولهذا إسرائيل تواصل التهديد بعملية عسكرية في رفح من أجل التأثير على موقف حماس في هذا الموضوع. يعني أنت قلت لا يوجد مسار جديد، مع العلم بأن مصادر فلسطينية قالت بأن هناك مسار جديد للتهدئة يبحث في القاهرة. هل كلمة مسار جديد ربما فقط تنسحب على موضوع المساعدات، كونك ذكرت فعلا بأنه شهر ونصف أي 45 يوم وآلية محددة للتبادل؟ هذه طرحت منذ البداية، هذه القضايا كلها. ربما المسار الجديد الآن المفاوضات الجديدة، المقصود لا يوجد أفكار جديدة تطرح في هذه الصفقة. الصفقة واضحة المعالم، إما أن تكون دفعة واحدة أو ثلاث مراحل يطلق فيها المدنيون نحو 30 في المرحلة الأولى، من ثم الرجال كبار السن والمجندات في المرحلة الثانية، ومن ثم الضباط والجنود ورفات القتلى الإسرائيليين في المرحلة الثالثة والأخيرة. الأمور ليست معقدة كثيرا في هذا الموضوع، ولكن المشكلة بالنسبة لإسرائيل هي الثمن المطلوب لذلك. هل الصفقة الشاملة تعني أي ثمن أم هناك مجال للتأثير في هذا الإطار؟ ولهذا عمليا أيضا قضية إدخال المساعدات كانت مطروحة. الولايات المتحدة تضغط بأن يكون هناك إدخال كبير جدا للمساعدات، لأنها تدرك أيضا بأن عملية في الرفح قد تكون كارثة إنسانية على قطاع غزة.